بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رحمة العالمين. كيف تحصل كل يوم 2000 مليار حسنة؟ أو تحصل في أقل من 20 ثانية، مش أقل من 300 أو 400 مليار حسنة. أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعلمنا خلق الإيثار، فسن لنا هذه السنة وهذا الحديث العظيم الذي حسنه الإمام الألباني وصححه الهيثمي، قال عنه سنده جيد: من قال أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. ولكن المعول هنا هو النية، أعمال بلا نية أعمال بهيمية كما قال العلماء، وعمل المرء ونية المرء خير من عمله كما قال ابن القيم. فلو أنت قلت محتسب مخلصا النية محتسبا الأجر بعد كل صلاة، مش تاخد منك 10 ثواني: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات من الآن حتى تقوم الساعة، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من لدن آدم حتى تقوم الساعة، كم حسنة ستحصل، وأي كم عظيم من المغفرة ستحصل. أولا، هناك الآن 1.5 مليار مسلم، هتاخد 1.5 مليار حسنة، والحسنة بعشر أمس بأمثالها كما جاء في سورة الأنعام: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، من جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. يبقى 15 مليون حسنة، قلت 10 مرات يبقى 150 مليار حسنة. لو هناك قلت مخلص النية محتسب من أجل الله مغفر مين ومنات الأحياء منهم ومنات من لدن آدم حتى تقوم الساعة، أصبت كل المؤمنين من لدن آدم حتى تقوم الساعة، تضاعف الثواب أضعافا كثيرة. ال 150 دي تبقى 300 400 500 الله أعلم. يبقى ده في صلاة، بعد صلاة واحدة في 10 ثواني. يضرب في 5 صلوات يبقى عديت ال 2000 مليار حسنة. 2000 مليار يعني 2 وجنبها 12 صفر. فضلا عن كم عظيم جدا من المغفرة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا لأخيه المؤمن بظهر الغيب ووكل الله له ما هو ملكا يقول لك ولك بمثل ولك بمثل ولك بمثل. ملك الحسنات وملك السيئات جالسين على الأكتاف، ملك الحسنات أمير على ملك السيئات يسمعك كلما قلت اللهم اغفر لي يقول لك ولك بمثل ولك بمثل ولك بمثل، ودعاء الملك لك أفضل من دعائك من اسمك. كم ستحصل؟ أي كم عظيم المغفرة ستحصله؟ وربنا سبحانه وتعالى: لن يكون العبد أكرم من ربه، لن يكون العبد أكرم من ربه. ربنا يغفر لك قبل ما يغفر للمؤمنين. انت بتترك نفسك وتدعو لاخوانك، فكل جزاء من جنس العمل، فيقدمك الله سبحانه وتعالى ويعطيك كم عظيم من المغفره. يبقى حصلت كم عظيم جدا من الحسنات، كم عظيم جدا من المغفره، وبعمل صالح بسيط جدا. ومن الفقه ان يعمل الانسان اعمالا بسيطه ويحصل بها ثوابا عظيما. فانا هكتب لكم الحديث والسند بتاعه تحت الفيديو، انصحكم شو نشر هذا العلم في صوم عظيم، ونعلم علما ونلاقي نعلم بيه يوم القيامه. لا تنسوا ما تنسوش تفعيل الجرس واشتراك في القناه لاصلاحكم كل جديد، وتساعدوني على نشر السنه النبويه. هذا اولى للاشراف في قنوات اللهو والعبث والفساد التي تملا قناه اليوتيوب. اقول قولي هذا، استغفر الله.